كوكو سبور. تحية لكم الناس الكل. هيئة سياسية استفقت مع مدافع السيابي مروان الصحراوي على عقد 3 سنوات. اللاعب يبحث عن فسق عقده مع ناديه بعد عدم خلاص مستحقاته من أجل الإمضاء بصفة نهائية مع السياسية. الكوتش متاع المنتخب المنظر الكبير وجه الدعوة للمهاجم سيف الدين الجزيري للانضمام للستاج متاع المنتخب بعد تخلف لاعب هانوفر مارك اللامتية. تواصل الإصابات بكوفيد 19 بين لاعبيتنا في البطولة التونسية وجديد إصابة مدافع إسبرانس الجزائري الياس شتري متوسط ميدان لكلوب خليل قصابة. أيضا هيئة لويسمو عملت تحليل على لاعبيتها بعد مقابلة نهائي الكاس ضد إسبرانس. تم اكتشاف 2 حالات خاصة بالثنائي أوكوتو وفيد العرفاوية. أيضا نجم الساحلي أعلن إصابة مدافع الشاب صالح الحرابي بكوفيد 19 وأعلن إيقافه لزونترينمون. في المقابل حكم نصر الله الجوادي أعلن تعافيه نهائيا من فيروس كورونا. لاعب النجم الساحلي كريم العريبي وصل البارح لفرنسا لإلهاء تعاقده مع نادي نيما. نحكي وهوند لاعب النجم الساحلي أنور بن عبد الله أمضى عقد بزوز سنوات مع نادي بريستوف السلوفاك اللي يضم في صفوفه أيضا اللاعب جهاد جاب الله. أهم المقابلات في العالم اليوم تقريبا مقابلة في كل بطولة. بداية مع ليك آن في فرنسا مقابلة مهمة بتكون إن شاء الله الليلة في توقيت بي اس جي كذلك فاهم تعليل تواجه نادي أونجي. في البوندسليغا 7:30 اتحاد برلين تواجه ماينز. في الكالتشيو 8:15 فيرونتينا تلعب مع سامبدوريا. كيف أكثر الأخبار تلقاها مع السيت راديو اكسبريس اف ام.com. أجمل تحيات.